السلام عليكم، كيفكم يا تامن؟ اليوم إن شاء الله رح نتحدث عن آخر نتيجة بوحدتنا، هاي اللي هي بتتحدث لي عن طول القطعة المستقيمة الواصلة بين رأس القائمة ومنتصف الوتر في المثلث القائم الزاوي يساوي طول نصف الوتر. كيف يعني؟ برضو إحنا في هاي النتيجة برضو بنتحدث عن مثلث قائم الزاوية. على سبيل المثال عندي مثلث قائم، بدي أفرضه ألف ب جيم. هذا المثلث القائم في باء، شو بتحكي لي النتيجة؟ طول القطعة المستقيمة الواصلة بين رأس القائمة، رأس الزاوية القائمة اللي هي رأس الزاوية باء. بدي أوصل أنا رأس الزاوية باء مع مين؟ مع منتصف الوتر. وين الوتر الموجود عندك؟ اللي هو ألف جيم. على سبيل المثال بدي أفرض أنا منتصف الوتر اللي هو ألف جيم نصفته بنقطة سين. لما أوصل بين رأس القائمة والنقطة سين اللي هي المنتصف الوتر، شو بيصير عندي؟ تطلع عندي القطعة المستقيمة اللي هي با سين تساوي نصف طول الوتر. يعني إذا كان عندي طول الوتر 5 سنتي، رح تكون تطلع هاي القطعة المستقيمة تساوي 2.5 سنتي. إذا كانت عندي هاي القطعة تساوي 3، إذا طول الوتر يساوي 6. إذا العلاقة ما بين الوتر والقطعة الواصلة من رأس القائمة ومنتصف الوتر هي نصها، يعني نص القطعة المستقيمة تساوي نص الوتر، والوتر يساوي ضعف هاي القطعة المستقيمة. عشان نفهم النتيجة أكتر رح ناخد مثال. المثال بحكي لي المثلث ألف با جيم قائم الزاوية في با، باجي برسم المثلث ألف با جيم قائم، معطيني معلومة إنه قائم في با. النقطة صاد منتصف الوتر ألف جيم، نصف لي القطعة ألف جيم في النقطة، سموا هاي النقطة صاد. إذا كانت با صاد تساوي 7 سنتي. لما تيجي تحكي لي با صاد، هي با صاد هي عبارة عن القطعة المستقيمة الواصلة من رأس القائمة ومنتصف الوتر، معطيني إنه با صاد تساوي 7 سنتي. هلأ اعتمادا على النتيجة 3، أنا لما أجي أكتب القاعدة، القاعدة بتحكي لي إنه القطعة الواصلة اللي هي با صاد تساوي نص الوتر. شو هو الوتر؟ نص ألف جيم. طيب هلا انا ما بدي باصاد، من هاي المعلومه بستنتج انه الوتر يساوي ضعف القطعه المستقيمه اللي هي باصاد. يعني اذا كانت باصاد 7، قديش رح يكون الوتر كامل؟ رح يكون عندي الوتر 14. كيف؟ من خلال نتيجه رقم 3 اللي موجوده امامك. اذا الف جيم اللي هو الوتر يساوي 2 ضرب باصاد اللي هي 7 وتساوي 14 سنتي، لأن الوتر ضعف القطعة والقطعة نص الوتر. هيك بتكون انتهينا من جميع النتائج الموجودة بهذا الدرس، وهيك بكون انتهينا من الوحدة. بتمنى تكون الأمور وصلتكم يا تامن، وتكونوا قدرتوا تحلوا الأسئلة، ويعطيكم العافية وبالتوفيق.